الكابتن الكبير، الكابتن الكبير جدا جدا، الكابتن ربيع ياسين هو ضيف القمه 117، سهره القمه 117. منور الدنيا يا كابتن. كابتن ميدو منور حيوان، وانا سعيد جدا معاك وموفق دايما ومتالق كالعاده. يعني شفت بتلف بتلف وبترجع لي ازاي؟ حبيبي طبعا حبيبي. عامل ايه؟ طمنا عليك. كله بفضل الله بخير الحمد لله. طمنا على الشباب بتوعك. كويس، احنا شغالين كويس. عندي معسكر يعني بدا يوم 20 لمده 10 ايام، وبعد كده استعدادا اللي عندنا بطوله شمال افريقيا في ابريل، يعني 6 ابريل، خمس فرق، مصر والجزائر والمغرب وتنزانيا وكينيا، واعتذرت تونس وليبيا، ف 6 8 10 12 14 وفيهم فرق باي. يعني بطوله مهمه جدا، يعني احتكاك قوي جدا ان شاء الله تعالى. الامور ماشيه كويس. عمر هذا المنتخب 4 تجمعات في 10 ايام، 40 يوم وخمس ايام النهارده، 6 46 يوم، ماشيين كويس، المعدل كويس جدا الفني والطبيعي الحمد لله. ماشيين في البناء والانتقاء والامور ماشيه طبعا بشكل سريع جدا، لكن المبشر بفضل الله ان شاء الله تعالى يعني الامور كويسه جدا، والولاد كويسين بيستوعبوا وعاوزين يعملوا حاجه باذن الله تعالى. نحاول نعمل جيل لمصر على اعلى مستوى، ربنا يقدرنا ونكون على حسن الظن ونعمل حاجه كويسه يا رب. شفت حد جديد يا كابتن؟ لازم اكتشف، ما وظيفتي ان انا اكتشف يا ميدو، ما ينفعش اعمل منتخب من اكتشاف، ما ينفعش اعمل منتخب من غير مراكز، من غير وظائف، من غير فنيات، فبنحاول طبعا باذن الله تعالى، وان شاء الله يكون عندنا جيل كامل متكامل في كل المراكز باذن الله تعالى ان شاء الله. ده اللي بنشتغل عليه اكيد في الماتشات الوديه طبعا، والقادم هيبقى اصعب واقوى وافضل واحسن باذن الله ان شاء الله. الامور مش سهله، لكن صناعه النجم يا ميدو انت عارف، وانت كنت نجم ولعيب، مش سهله ابدا أكيد. خاصه لما انا باخده من دوري، مع احترامي مش قوي دوري الجمهوريه عندنا، يعني دايما بيعتليه الاهلي وبياخده الاهلي، مع احترامي لباقي الفرق، فبنحاول بقدر الامكان ونبتدي من ناسس لعيب على اعلى مستوى باذن الله، يكون دولي، يكون الفريق الاول، يكون للتسويق، يكون للاحتراف، يكون للمنتخب الاول. ده الفكر اللي بيشتغل بيه من شغل المنتخبات، يبقى نقول كده مش عشان نكسب ماتش او نكسب بطوله وشكرا، لا، زي ما الجيل اللي ابنه بفضل الله تعالى دلوقتي ثلاث ارباعه قوامه ما شاء الله هو بالزبط. اللي بيتسوى بشكل كبير بالزبط. جدا بالزبط. فكله باذن الله وتوفيقه، بنحاول والله المستعان ان شاء الله. يعني خمس فرق في بطوله، اعتقد عدد قليل قوي يا كابتن ربيع. لا ما كويس، ده بيدي لك انطباع دي شمال افريقيا، هي بطوله شمال افريقيا، هتبقى شمال افريقيا بس تمام، والمفروض في ليبيا وتونس تمام، بس هم دول الخمس دول شمال افريقيا، فاعتذر الاثنين فكتر خيرهم طبعا اللجنه المنظمه بتاعت شمال، قالت ان نحاول مع كينيا قبلت وتنزانيا، وبقى احسن ما فيش بحياتك، فدي بدايه كويسه جدا، احتكاك كويس، ما فيش كلام، احتكاك قوي جدا مع الجزائر، الجزائر مدارس مختلفه وقوة مختلفة وأفكار مختلفة ومهارة كل حاجة، كل حاجة أكيد. فحاجة كويسة، ودي بداية فعلا، البداية الحقيقية للولاد، هنشوف بقى احنا فين من اللي احنا عاوزينه. اختبارات كويسة جدا، وبنشتغل على السلبيات والايجابيات وبنأكد عليها وبنعالجها، وربنا يعيننا ان شاء الله. ان شاء الله كل التوفيق لحضرتك، ان شاء الله اكيد حضرتك هتعمل معاهم حاجة كويسة، لأن أنا عارف حضرتك بتتعب قد إيه ومجتهد جدا جدا في شغلك إزاي. لازم بص أقول لك حاجة، أي إنسان في مهنته لازم يتعب، من غير التعب مش هيقدر ينام كويس، لان يهمك ان انت يعني الناس بتثق فيك وجايباك في هذا المكان، يعني انام واقبض، انام ولا اصنع جيل، فلازم الف في مصر ولازم اعدل جدا، حته العدل في اي عمل مهمه جدا يا ميدو، العدل بتاع ربنا، سنه الله فعلا هو العدل، اساس الملك. ولد مثلا لو تخيل ولد في مطروح و2001 وكويس، ده من حقنا نشوفه لعيب كوره، ولد واخد بالك في في في, في الاقصر، ولد ما لازم الف المحافظات، فاللي اقصده بحاول ان انا اعدل وبحاول ان انا ما اظلمش وبحاول ان اشوف. انا من وجهه نظري المنتخب بتاعي ده انا عملت احصائيه بالنسبه للمواليد 2001 و2002 لقيتهم 13000 الا شويه، كان لازم اشوف 13000 بس اجيب وقت منين؟ محتاجين خمس سنين عشان اشوف، عشان هو ده الصح بالزبط. ما هو لازم اوسع الدائره، مين قاعده كبيره جدا 13000 كبيره جدا، هو ده اللي موجود، مش عاوز منتخب هو ده الصح، انما مثلا قافل على 600، قافل على 800، قافل على 100، قافل على 440، بتجيب اخرك عشان ترضي ضميرك، ده اللي اقصده. فالشغل ممتع، انك تتعب ممتع، انك تروح بيتك وتقول مش قادر ممتع، هو ده، هي دي الحياه، وده اللي ربنا بيحبه، ربنا سبحانه وتعالى كده وقل اعملوا، فبيحب اللي بيعمل فعلا. فكلنا بنعمل والتوفيق بتاع الله سبحانه وتعالى. ربنا معاك ان شاء الله يا كابتن، ان شاء الله وتوصل اللي حضرتك عايزه مع منتخب الشباب، ان شاء الله يكون منتخب واحد باذن الله، يكون كمان نواه للمنتخب الاول باذن الله، كله باذن الله باذن الله. تعال نروح على القمه 117 ان شاء الله. كل قمه بيبقى ليها طعم وليها مذاق، شايف القمه دي مذاقها ايه وطعمها ايه؟ انا شايف ان القمه دي فنياتها هتبقى عاليه جدا، في جوانب كتيره موجوده ما كانتش موجوده من السابق،
كانت من جهه واحده، يعني كان الاهلي بيتفوق لان الاهلي كان بيملك ويملك ويملك، وفي نفس الوقت كان الاهلي بياخد بيعمل فوارق كبيره جدا في المباريات بتاعته وفي الدوري. انما الماتش ده انا شايف ان في جوانب بدنيه ومهاريه وخططيه من اثنين كوتشين كبار جدا اسمائهم كبيره جدا، زمالك اهلي اهلي زمالك، ده مهم جدا، ادي واحد. الحاجه الثانيه لو تلاحظ كل الخطوط فيها نجوم، حراسه المرمى هنا وهنا فيها نجمين، الشناوي مثلا والجنش، واخد بالك؟ خط الظهر هنا وخط الظهر هنا في نجوم على مستوى حتى المنتخبات، وسط الملعب في نجوم كبيره جدا ومهاريه وعلى اعلى مستوى هنا وهنا، في خط هجوم هنا وخط هجوم هنا. فانا بقول ان الجانب الفني هو اللي هيفصل، بس في حاجات طبعا في عوامل كتيره جدا بتخلي تميز فرقه عن فرقه، الامور كلها كل فرقه عاوزه تكسب، بس يوم المباراه طبعا ده مهم جدا. فانا شايف الجوانب الفنيه المهاريه اللي موجوده الفرديه بالذات موجوده في تلك الفريقين كتيره جدا، في نجوم كتيره جدا، في لعيبه كتيره جدا ما شاء الله على اعلى مستوى، منتخب مصر ومنتخب تونس هنا وهنا بالظبط، فدي حقيقه. فانا شايف ان ماتش القمه ده هيبقى حاجه تانيه لو اللعيبه لعبت كوره، لو لعبوا كوره، لو كان ماتش كوره، محدش بقى نزل عشان طبعا الطبيعي جدا ان اي مدرب بيدافع ويهاجم ويهاجم ويدافع بالظبط، ده طبيعي جدا. لكن انا اعتقد انها تبقى قمه ممتعه في الاخلاقيات والسلوكيات والتصرفات والحب والاحترام والزهد عشان مصر، وبعد كده هنشوف فنيات من الاهلي وفنيات من الزمالك باذن الله تعالى. دايما يا كابتن ربيع القمه ما تديش مدلول على اللي قبلها، يعني مثلا الزمالك بقى قوي جدا، لا مظبوط، الاهلي بقى قوي جدا، ممكن الزمالك يكسب الاهلي، ممكن الاهلي يكسب الزمالك، عمرها ما تدي مدلول عن الحاله اللي قبلها. مظبوط. شايفها ازاي؟ هو انا شايف ان هي بتختلف يوم المباراه بس. طبيعي جدا لو انا قيمت النادي الاهلي فنيا انا اقول الاهلي الفتره الاخيره في قمه مستواه الفني، ده طبيعي، بيكسب انسجام تفاهم، الراجل عرف فعلا ان هو يرجع الشخصيه لما قعد ودرس وشاف ودور ووظف وغير ونظم، انا اللي شايفه لا الدليل ان الاهلي قرب جدا من القمه، ان فرق نقطتين بس انه كسب، انه بيحرز اهداف كتيره جدا، ان لعب كل الناس، ان شاف كل الناس، ان رجع جيده مثلا لمستواه، ان رجع رمضان صبحي، ان رجع ازار، ورجع كتير جدا كتير جدا، خد بال حضرتك، ده اللي انا شايفه على المستوى الجماعي بالنسبه للشكل، بعكس مثلا نادي الزمالك مع احترامي نادي كبير طبعا ونادي بيسعى للقمه والدوري ونادي لازم نحترمه ونقدره، في نجوم مفيش كلام طبعا، لكن النتائج على العكس، الاهلي النتائج الزمالك بيبقى اخر ماتش مثلا مقاولين تعادله، خد بالك النتائج الفتره الاخيره بتميل الى، لكن ده مش شرط، يوم المباراه مهم جدا، ال 90 دقيقه بتاع المباراه مهمه جدا لحاجتين، مهمه جدا للمدير الفني ومهمه جدا للعيبه، اللعيبه لازم تركز ولازم تنفذ، وعند كل لعيب ميدو عنده وظيفه، كره القدم بقت وظيفه النهارده بالظبط، كل واحد عنده برنامج في دماغه لازم ينفذه، برنامج انا هعمل ايه، كل واحد عنده مهام، هو ده الكوره، هو ده لازم نشوفه، لان مع احترامي الشديد اللعيبه دلوقتي موظفه وبتاخد مبالغ كبيره جدا، فلازم نشوف كوره. فاللي شايفه الكفه مايله في اتجاه الجماعيه على حساب الفرديه في جهه، ده اللي شايفه. لكن يوم المباراه طبعا بيفرق جامد جدا جدا في التعليمات وفي الشق الفني. الكفه مايله جماعيا لحساب الاهلي على حساب فرديه نادي الزمالك. طبعا. ده اللي انا شايفه يعني كمدرب، انا مش عشان اهلاوي بقول الكلام ده، انا بتكلم كمحلل ومدرب أكيد. وفي نفس الوقت احنا بنحترم المدرسه الثانيه احترام غير عادي، لكن انا قلت ده مش شرط، يوم المباراه بيختلف، وزي ما انت قلت ياما كنا احنا قبل مباراه الزمالك بنكسب بالخمسه والسته، دي حقيقه، ونيجي ويحصل العكس، ياما الزمالك كان بيبقى في قمه المستوى ويحصل العكس بالزبط. وشفت كان قريب جدا بحيتك، اللي اقصده ان انا بتكلم كمدرب وكمحلل دلوقتي وبحلل لك الجانب الفني هنا وهنا، فشايف الجماعيه، واخد بالك الكتله بتروح وتيجي وبتنظم امورها، يبقى عكس الشغل الفني في نادي الزمالك فردياته عاليه جدا، بيعتمد على الفرديات، بيروح وعنده، واخد بالك الترابط اللي بينهي بيه الهجمه والترابط اللي بتدافع بيه وتضغط عشان كل الخطوط تنظم، انا اعتقد انه مايل اكتر شويه عند النادي الاهلي. النادي الاهلي. تعال نرجع لكواليس مباراه الاهلي والزمالك مع حضرتك كابتن ربيع، يعني ابرز الكواليس حضرتك تفتكرها؟ انا اتكلمت مع حضرتك قبل البرنامج قلت لي انا قلت انا قلت لك
انا قلت كل حاجه نحاول نصلح حاجات جديده. لا هو طبعا خلي بالك فتره الكوره انا الحمد لله كنت بلعب كل الماتشات يعني وموجود، كان دايما الماتش الثاني بيبقى هو الفيصل. الفيصل طبعا كتير جدا خد بالك. ف يعني في مثلا انا سجلت كم مباراه كابتن ربيع، انا اسف نقطعت، كم مباراه كان الفرق نقطه نقطتين؟ لا فاحنا مره لعبنا الزمالك مثلا واحنا واخدين الدوري مع كابتن سياسه الله يرحمه وكسبونا 2-1 بهدف كوارش وكنا واخدين الدوري. احنا ايام فايتسا كان الدوري وكنا محتاجين تعادل بس، وخدنا يعني تعادلنا وخدنا، لا كسبنا بعلاء ميهوب وكسبنا، يعني كنا محتاجين تعادل، ده ماتش ما نساهوش، خدنا الدوري والكاس ده لحضرتك وكتير جدا، بس مش عاوزه يعني ان انا ذكريات كتيره جدا دي حقيقه. ماتش مثلا ماتشات مش القمه، الدور الاول انا سجلت هدف، كنا ايمن نون يسجل فينا هدف وانا سجلت هدف وكتب والكابتن محمود عثمان الله يرحمه لغاه، حتى كنت مقابله لحد قبل ما يموت اقول له تلغي لي جول في الزمالك يا راجل، كان زماني مسجل هدفين واحد دوري واحد كاس. لكن كان فعلا هدف يتلغي ولا كان هدف صحيح؟ لا بصراحه هدف كان فاول على طارق زين. تمام، احنا بنحترم الصراحه. لا طبعا دايما طبعا نحترم التحكيم المصري ونحترم المكسب العادل بتاع نادي الزمالك، والكوره خلي بالك يا كابتن ميدو مكسب وخساره اكيد، دي حقيقه اكيد. لكن افتكر لي بقى كواليس بقى كابتن ربيع، ما عزيزي. هو احنا كنا بنعسكر طبعا دايما، وانت عارف حته التركيز كانت بتبان موجوده، ونظامنا اللمه يعني اللمه في التمرين، اللمه في الوجبات، اللمه في المسجد عشان بنصلي مع بعضينا الجماعه، اللمه احنا بنقعد في الاوضه دايما ونقعد نتكلم مع بعضينا، كان يجيبنا الكابتن او القائد بتاعنا ويقعد بقى يكلمنا على ده ماتش خاص، ده بطوله خاصه، ده مجهود سنه، ده جمهور الاهلي، ده المحافظه على الكيان الكبير جدا، كانش حد ما فيش حد من الاداره او يجي يقرب مننا، احنا كنا نقعد مع بعض طبعا لعيبه بس، وكان يقعد القائد بتاعنا بقى يوجهنا بالراحه والدنيا يا جماعه ولازم ننام كويس ولازم نلتزم ولازم نفرح بعد المباراه ونفرح مصر ونفرح الجمهور، واحنا بنمثل كيان كبير جدا لازم نحترمه، وتعبنا واجتهدنا وبطوله عشان افريقيا، يعني حاجات كتيره جدا يا ميدو. انت عارف النظام من جيل لجيل لجيل وهي الاجيال كلها مشابهه بعض، كل جيل وكل لعيب لعب في النادي الاهلي ادى للنادي الاهلي وحقق للنادي الاهلي وكان مركز عشان النادي الاهلي وضحى واجتهد واشتغل وكسب عشان النادي الاهلي. مين كان اكثر لعيبه كابتن ربيع بيبقى حامل اهم لقاء القمه قوي يعني زياده مركز زياده قوي وقاعد بقى وباين عليه ان في ماتش صعب بالنسبه له؟ لا هي كلنا مفيش واحد. انا قلت لك صعب قوي. لا هو بص، ما هو اصل احنا خلي بالك احنا عندنا سياسه معروفه، يمكن انت لعبت في النادي الاهلي وجربت في ماتش الاهلي زمان، تلاقي الاتوبيس ترمي اللي خد بالك تسمعه بالظبط، مش واحد، ما هو ما ينفعش لو واحد ده ما بيعمرش ويقعد، دي حقيقه بالظبط، دي حقيقه والله. ده احنا مره كنا رايحين افريقيا وبعدين احنا من الفندق للملعب، بص بقى مفيش، احنا بطبيعه الحال كمصريين عكس بره، هم ممكن يهرجوا يعملوا يضحكوا، هي خلاص هي عاداتهم وتقاليدهم اتعودوا حاله احترافيه برافو عليك، انما احنا لازم بص. فمره عباس ده ضحك بصوت عالي، بص كلنا بصينا له كده عمل جريمه والله، بص والله زي ضحك ضحكه يعني ما اقصدش، بصينا له كده جريمة. فهو ده قصدي، كله مركز، احنا بنشتغل برضو في ميزه اميدو ان بتشتغل على اهداف، بتشتغل على دوري، بتشتغل على كاس، بتشتغل على افريقيا، بتشتغل على بطوله، فاللي بيشتغل على بطوله ده خلاص من كتر التركيز خلاص خد على انه ما يضحكش الا في وقت معين، من كتر الالتزام خد خلاص، احنا هي دي مدرستنا. تمام، احنا خلاص بنضحك امتى؟ بعد التمرين بنضحك بعد ما احنا اتعودنا على كده خلاص. الكبير دايما بيحب الصغير والصغير بيحترم الكبير، فكله بيبقى في الاتوبيس وكله في التمرين، يعني مثلا في القمه كان دايما بيحضر جمهور يملى المدرجات عشان يشجعنا قبل، بالذات الزمالك لو كنا نسمع الفاظ كنا بنقف في التمرين احنا، لا عيب لو سمحت شجع بس ما تجيبش سيره تفاهم اي حد، طبعا دي حقيقه. فيعني قصدي حاجات كتيره جدا وياما بقى سنين، والسنين فاتت طبعا الذاكره ممكن تكون بعيده شويه. كواليسك انت كابتن ربيع في المعسكرات في الاوضه؟ لا ده بص انا ليا طبعا طقوس خاصه، ما انا دايما كنت انا يعني احب احترم نفسي واحترم المباراه، وكان بيطلب مني جري كتير جدا وبيطلب مني حلول هجوميه وبيطلب مني وظائف، وكان الجمهور متعود ان دايما يشوفني كويس في الملعب، فكنت بحافظ على الحته دي على مستواي طبعا، تمريني طول الاسبوع لازم اكون في قمه مستواي، بتمرن كويس جدا جدا ومركز، يوم المباراه طبعا
كنت دايما ان انا احب ان انا انام بدري، وقبل المباراه يعني 10 و15 دقيقه بالظبط كان نومي 10 و15 دقيقه، كنت بنظم عدد ساعاتي عشان اما اصحى للفجر، عشان ممكن بعد الفجر اكون قلقان لان ماتشات برضو قلق ما بنامش على طول، فكنت بحسب عدد الساعات عشان اكون فايق، وكنت باخد قوتي طبعا من طقوسي ومن شغلي ومن قربي الى الله، ثم الاسباب اللي ربنا ان اتمرن كويس واسمع والمدرب يشرح لي خطتي ودوري كويس جدا، فكنت بعيش قبل المباراه بيوم كويس جدا، والاكل بالنسبه لي ما يبقاش كتير جدا عشان اعرف انام، وفي نفس الوقت برضو النوم عدد ساعات نومي كنت بظبطه كويس عشان اقدر انظم اموري، لان كنت بجري كتير جدا وبحب الجري، وكان عندي مهام برضو هجوميه ودفاعيه، كان عندي مهمتين، فلازم كنت وبعدين يعني كلنا كل واحد في مكانه عاوز يكون هو اللي بيكسب الفريق بالزبط. هو اللي يجيب الثلاث نقاط او النقطتين ايامنا، خد بالك، فكنت دي طقوس، اصحى بدري طبعا من النوم بعدين اروح النادي، كان برضو بدايتنا ما كانش فيه معسكرات، المعسكرات دي بعد 82 سنه مع كابتن جوهري، من البيت هو من البيت على من البيت على النادي، ونقعد الصبح قبل في النادي ونتغدى في النادي ونروح نصلي الظهر في المسجد، لازم نصلي الظهر في المسجد، ونقعد بعد صلاه الظهر في المسجد كلنا نقعد شويه مع بعضينا، كان يجمعنا الكابتن الخطيب، كابتن مصطفى، كابتن مختار، كنا صغيرين يعني، ويجمعنا يا جماعه النهارده مصر كلها منتظرنا، الجمهور الاهلي ما ينفعش نخذله، الكيان، الدوري، البطوله، الثلاث نقاط، ها؟ نتعهد كلنا اننا كل واحد فينا يبذل اقصى ما يملك عشان يسعد الناس، ونخرج على الغرفه بتاعتنا المحاضره السريعه لو في ثوابت، كورنر، فاول، حيطه، كان من طبعا طول الاسبوع بيشرحوا لنا الكابتن بقى لو في مدير فني بيشرح لنا الخطه والشكل والتوظيف والتشكيل، وبعد كده بقى بنركب الاتوبيس ونتوكل على الله، بقى ما نركب الاتوبيس كل واحد ماسك بقى اللي ماسك مصحف واللي ماسك بقى ما كانش فيه الحاجات الحديثه دي بقى خالص يعني، واللي ماسك مثلا ياخد بيستلى فيه، واللي قاعد مركز بيتفرج على مصر واحنا ماشيين، لان انت كنت في ما بتروح بقى تعدي على الحسين، تعدي على خد بالك صلاح سالم، تعدي على مش عارف العباسيه، كانت بيغير، فكنت تقعد تتفرج كده، واللي يقعد يسمع يقعد جنب زميله يقول لي طب سمعني، حاجات كتيره جدا. الناس بتتفاعل معاكوا ازاي وانتوا ماشيين في الشارع؟ الناس كانت جميله جدا، واحنا كنا بنحترم، كانوا احنا دايما لما نكسب اماكن يعني جميله جدا، الحسين والحتت دي، بص الناس دي ناس جميلة جدا، وجمهور الاهلي جمهور اصيل اكيد، وجمهور فيه كل الطوائف ما شاء الله، كنا لما نرجع مثلا من الحسين في واحدة بتاعت بيبسي توقفنا، بص بقى احنا بس شوف نجوم الاهلي دول كلهم في التمرينات، اقف تدينا صندوق بيبسي منها هي بدون ما تاخد مليم، شوف ست واحترامها واهلاويتها والله العظيم واحنا نحترمها، اقف ناخد صندوق البيبسي قول لازم توزعوه على كل لعيب، تعرف بقى البيبسي انت فاهم قصدي؟ أيوة. قيمه يعني شوف الست دي وشوف جمالها وشوف حبها للنادي الاهلي وشوف يعني هي بتتبرع بصندوق حاجه ساعه منها بالنسبه لها، ده بالنسبه لها يعني واحنا نقف حاجه كبيره، شوف هم دول لعيبه، شوف تواضع لعيبه الاهلي، شوف القيمات الكبيره، شوف الاحترام، فكنا الاهلي دايما على تربط مع جمهوره، بيحبه جدا ويحترمه ويقدره أكيد. وخلي بالك الاجيال كلها يا ميدو بتتعب عشان خاطر الجمهور، عشان خاطر الاداره، عشان خاطر الكيان الكبير، فالواحد بيتشرف انه كان موجود في يوم من الايام في النادي الاهلي. مين اللي كانت طقوسه ملفته يا كابتن ربيع؟ ابرز النجوم اللي طقوسها ملفته جدا في مباراه القمه. انت عاصرت نجوم كبيره جدا، انا مش عايز اقول اسماء عشان ما انساش اسماء، لكن اكيد حضرتك عارف. طبعا هو كان انا عاصرت الكابتن خطيب كتير جدا، هو كان دايما يعني برضه قبل المعسكرات بيعمل حاجه جميله جدا. ان بياخد كل ثلاثه يروحوا في بيت واحد عشان يقفلوا على بعض، يعني مختار ياخد بس ثلاثه عنده في يعني عامل معسكر بس في البيوت. كان قبل دي مهمه جدا، وخلي بال حضرتك انك كنت تشوف الكابتن الخطيب كان بيقعد بقى تشوفه كابتن كبير ونجم كبير وهداف كبير جدا، وكان الجمهور طبعا بيحبه حب غير عادي ونجم عصره، وانت تشوفه كان بيقعد ازاي، يقعد يبقى قاعد يعني كل خطواته بحساب، مركز جدا، خد بالك، مغطي وشه من الـ من الـ من الـ من الـ من الاتوبيس لحد الاستاد، مغطي وشه مش بشكير كده، قاعد ملتزم هادي جدا، ثقته في نفسه كبيره، قاعد مركز تركيز غير عادي، وبيبين لنا ان انا قائد وانا كبير ونجم بس بركز. احنا بقى الحاجات دي كانت بتبشرنا دايما. كان بينام الساعه كام في المعسكرات؟ لا بينام بدري هو، لا كابتن خطيب برضو مش من النوع اللي بينام بدري، لا بيبقى قلقان جدا وشال الهم، دي حقيقه والله،
فطبعا كان بيجمعنا ويرتبنا وينظمنا ونخرج مع بعضينا ونعمل، والنهارده هنا وهنا اللمه الحلوه بتاع النادي الاهلي دي. لكن هو كان دايما بيبقى هو طبعا اعتقد انه اخر واحد بينام بعد ما يطمئن على ان الناس كلها تبقى موجوده فعلا. كقائد دي حقيقه يعني. لا قائد كبير جدا، ما صعب تكراره يعني، كلاعب كوره وقائد يعني كبير. مين كان قاعد مع حضرتك في الاوضه؟ انا في الاوضه قاعد معايا، انا غيرت كتير جدا. علاء ميهوب الاول، وبعدين طاهر ابو زيد، وبعدين شوبير، وبعدين ختمت مجدي عبد الغني. كل كلهم مجدي اخر واحد عشان المنتخب. يعني خدت كل دول حبايبي 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 يعني دول يعني. افتكر لي كده حاجه معلقه في دماغك من الاربعه اللي قعدوا معاك في الاوضه. لا طاهر ابو زيد حبيبي يعني، معالي الوزير ده حبيبي 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 يعني. هو طاهر عنده عادات وتقاليد يعني تخصه، هو ما بيتعشاش معانا، بيتعشى لوحده. وبعدين بيتدلك، يحب التدليك، يتدلك واخد بالك، وبعدين يتعشى. انا في الاوضه في كل ده في الاوضه. حضرتك بتحب تنام بدري؟ انا بنام بص 10 و15 دقيقه بالظبط، خلاص انا اتعودت على كده. تمام، ما ينفعش. فطبعا هو معايا في الاوضه، قلت يا ربي خلاص اتدلك، خلاص ماشي سيبه يا ربيع يتدلك، وبروح في نص النور. وبعدين خد بالك طلب العشاء، قلت يا ابني يعني نام بعد العشاء، ما نامش بعد العشاء. لقيته بيطلب كوبايه لبن، قلت يا ربي خلاص بعد اللبن ماشي، هو غذا هينام. او طارق بس هيكسبني الماتش ان شاء الله، وحبيبي واخويا. لقيته بقى بيقول لي، كان اسمه درويش بتاع الفندق، درويش في التليفون، هات لي واحد كوبايه لبن ثانيه بس بالزبده، واخد بالك؟ قلت له لا معلش يا حبيبي، الزبده دي هتشربها بره مش في الاوضه عشان انا. والله من ادب طاهر بقى. بص علي حاضر، انا عارف انه راح عند كابتن حمدي مكرون الله يرحمه، قعد شرب الكوبايه وجالي بالراحه كده ونام. كنا يعني شخصيات مؤدبه مترابطين جدا ونحب بعض، وكل واحد بيريح الثاني، فيعني اخويا طاهر وحبيبي يعني. مين اكثر واحد عانى من طقوسك يا كابتن ربيع؟ مجدي. او كان بيعملها مجبر يعني؟ لا مش مجبر، هو مجدي مطيع جدا، وشوبير مطيع جدا، وعلاء هم بيحبوني يعني، احنا نحب بعض. وبعدين انا كنت بعمل يعني طقوس في ايه؟ في صلاه مع بعضينا، طقوس في تجمع. ممكن واحد يحب ينام الساعه 12 مثلا يعني. لا 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 لا، كنت بقى